النشاط البدني والتمارين الرياضية تساعد على تخفيف خطر الإصابة بمرض الزهايمر غير القابل للعلاج وغيره من أشكال الخرف بنسبة 50%، كما تساعد على إبطاء تطور هذه الأمراض. ولفت الخبراء إلى أن التمارين البدنية تحفز الدماغ على تحسين عمل الأواصر العصبية القديمة وتوليد أخرى جديدة، وكذلك زيادة عدد الناقلات العصبية، مشيرين إلى أنه يمكن الوقاية من ثلث الإصابات بمرض الزهايمر بتغيير نمط الحياة المتبع، أو عليها ممارسة تمارين بدنية مكثفة جدا، أي ما لا يقل عن 75 دقيقة في الأسبوع، على ألا تقل مدة التمرين عن 10 دقائق.